برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. أقامت مدرسة AMA الدولية حفل تخريج الفوج 12 من طلبتها لدفعة عام 2020، حيث أقيم الحفل في ظل عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية. وخلال الحفل تسلم 175 طالبا وطالبة من الصف 12 شهادات التخرج، كما تم خلال الحفل إلقاء كلمات من قبل أعضاء هيئة التدريس والضيوف. وأعرب السيد هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الخليجي المالية في كلمته عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على رعايته للحفل، معبرا عن سعادته بالاحتفال بهذه المناسبة الهامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية. من جانبه أكد السيد مارك وايتفيلد ممثل الشريك التعليمي بمدرسة AMA الدولية أن المدرسة عملت على توفير بيئة تعليمية تتيح من خلالها الفرصة للطلبة لتحسين وتطوير مستواهم وغرس روح العزيمة والتصميم في نفوسهم لمواجهة التحديات.